السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. بديت تنتوحشكم بالزربة وما بقيتش نقدر نطول الغيبة. فهاد النوع الفيديوهات ان شاء الله وهاد النوع ديال الحلقي غادي نتكلم فيها على المواضيع اللي عندنا بها اتصال كبير واللي خاص نكونوا عرفناها وضبطناها واللي نقدروا نحتاجوها يوميا او نحتاجوها في المستقبل القريب، مثلا لاسورانس او التامين على السيارات. كاين بزاف ديال التامينات ولكن اليوم الكلام على لاسورانس الخاص بالسيارات. وكلنا تنخلصوا لاسورانس ولكن واش عرفتي مالك وما عليك؟ هذا هو الموضوع ديال الحلقه اليوم، وغادي نعرفوا فيها انواع ديال التامينات اللي كاينين، غادي نعرفوا ما نوع التامين اللي عندنا واللي تنخلصوا كل عام، واش يستاهل داك المبلغ اللي تنعطيو فيه ولا لا. غادي نعرفوا كيفاش نتصرفوا في حاله وقوع شي حادثه لا قدر الله، بلا ما نساو مجموعة من النصائح المهمة والاقتراحات اللي غادي تجنبنا ضياع الفلوس وبالأخص ضياع الوقت، بلا ما نهضروا من طبيعة الحال على التسخسخة. ودائما قبل ما نطرق لأي موضوع أقوم بدعوة أخرى للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والإعجاب بالحلقة أي دير لايك، ونلتقي بعد الفصل. السلام عليكم من جديد. فكاين جوج انواع ديال التامين على السيارات او المركبات. الاول هو تامين الحمايه المدنيه وهو التامين الاجباري على السيارات. نعم اجباري، علاش؟ لانه اجباري بمقتضى قانون 1799 اللي تينص على اجباريه التامين، لان هذا التامين هذا يضمن للغير التعويض عن الاضرار الماديه والجسديه اللي يقدر توقع ليه في حاله وقوع شي حادثه، وبلا ما ينسى يتهلا في التنته. والثاني هو التأمين التكميلي على السيارات، وهو تأمين اختياري على حسب الحاجة لكل واحد. فمثلا كاين لاسورانس تو ريسك، كاين دوماج ايكوليزيون، كاين بريز كلاس، كاين بزاف المسائل. خليونا دابا نتكلموا على التأمين الإجباري أو ما يسمى بالتأمين على الحماية المدنية، وهو أقل ما يمكن من حيث الثمن. فمثلا وقعت حادثة وفيها أضرار مادية، خاصك شي واحد من اللور او كان اصطدام من طرف شي واحد، فهاد الحالة التأمين تيعوضك عن الأضرار الناجمة جراء الحادث، هذا إلا ما كنتيش فوتيف. أما إلا كنتي فوتيف فغير نسى التعويض. حالة أخرى وقعت حادثة وفيها أضرار جسدية أو حالة وفاة لا قدر الله، في هذه الحالة التعويضة تتكون على حسب الخطورة، وتتكون الكوستا أو الخبرة الطبية هي اللي تتحكم. وفي حالة كانت أضرار مادية مهمة تيجي خبير أو كونستاتور وتيدير كوستا. وتيكونوا عندك ثلاثة ديال الاختيارات. الاختيار الأول تتعطيهم السيارة ديالك تيدخلوها للكراج وهما تيصلحوها لك، وهذا الحل عيان لأنه يقدروا يتعطلوا عليك ويندموك على النهار اللي دوزتي فيه البيرمي. الحل الثاني أنك أنت تتصلح السيارة ديالك وتجيب لهم الفاتورة، وهذه فيها التخرويض إلا إذا كنتي شي واحد متقي الله. والحل الثالث هو تتمشي وتتقلب على شيك أوتو، وكاين شركات ديال التأمين اللي تيقدموا هذه الخدمة هذه، وتيقدروا الاضرار سير بلاص وتعمروا لك شيك وتتمشي تتصرفوا ومريضنا ما عنده باس. اجيو دابا نشوفوا التامينات الاخرى. فنبداو بدوماج ايكوليزيون، هذا يعني ان لاسورانس غادي تعوضك سواء كنتي فوتيف ولا لا. الفرق فقط هو انك الا كنتي فوتيف غادي تخلص واحد 20% من المبلغ اللي خلصتي في التامين. مثلا قطعتي لاسورانس ديالك ب 4000 درهم، راه تقريبا 20% ديالها تجيك 800 درهم، هذا الا ما كنتيش فوتيف. والا ما كنتيش فوتيف ما تتخلص والو، ولكن كاين هنا جوج شروط. الاول هو ضروري يكون الطرف الثاني اللي وقعت معاه الحادثه، وما تكونش دخلتي في شي شجره ولا شي بانو او وقع لك شي حادث بوحدك. الشرط الثاني هو ان الكوستا خصها تكون كوستا ديال البوليس ولا ديال الدرك او المعاينه الوديه. غادي نشوفوا لاسورانس الثاني هو توريسك، هذا هو التامين الممتاز واخا زايد في الثمن وتيضربوك حتى تتنقز، ولكن في هذه الحاله كنتي فوتيف ولا لا الشركه التامين غادي تعوضك وتتعفى من ديك 20%. وهنا ما كاين لا شرط الاول ولا الشرط الثاني. مثلا صباح فقتي ولقيتي سيارتك مبوطه او لا طارت شي مرايه، هنا عندك الحق في المطالبه بالتعويض او الاصلاح. وكاين بزاف ديال الانواع الاخرى ديال التامينات، تقدر مثلا تزيد تامين على الزجاج المعروف ببريز كلاس، او على الحريق والسرقه اللي معروفين بالسرقه والحريقه، وعاده هادو تيكونوا مفروضين عليك الا خرجتي شي طوموبيل جديده، وكل ما زادوا الفشوش في التامين تزيد تدفع اكثر. دابا غادي ندوزوا لبعض النصائح والاقتراحات في حاله وقوع شي حادثه. مثلا علاش ما ديرش واحد الكاميرا تنفعك وترجع ليها في حاله الا واحد تيقلب على شي سبه باش يلصق فيك. نقطه اخرى، الا قستي شي واحد وانت اللي فوتيف وكاينه غير اضرار ماديه فقط، ضرب الحساب وقدر التكاليف ديال الاصلاح. الا كانت القضيه غادي تخرج عليك اقل من 1000 درهم غير فك معاه، ما عدا الا طلب اكثر. والا عندك لاسورانس ديال توريسك غير ديال كوستا وشي كوستا فاعله تركه وتكل على الله وما تخممش. والا قستي شي واحد وكانت اضرار جسديه او شفتيه تيمثل تفاهم معاه الا بغى قبل ما يجيو رجال الامن، راه فيها غير ضياع الوقت وتسخسيخه.
وراكم عارفين المثل القائل الى طاحت البقره تيكثر الجناوه، ولكن الى بصح شفتيه مقيوس خليه يستافد من التعويض، انت ما خسر والو، ودير كوسطا على حقها وطريقها وخليه طالب التعويض من طرف شركه التامين. نقطه اخرى، رد البال مع الراجلين واصحاب المطر، لان الى قصتي شي واحد تتكون اضرار مباشره، وهما عارفين هذا الشيء، وكاينين اللي تيلعبوا دور الضحيه، والا تفاهمتي مع شي واحد دير عليه شهود، راه يقدر يدور ويبلغ بيك وتتولي فشد ينقطع عليك. وخاص ديما تهز معاك الاوراق، اوراق السياره، وتزيد عليهم واحد المطبوع ديال المعاينه الوديه كوستا اميابل باش تسوي المشكل باسرع ما يمكن. وخاصك دير تصريح لدى شركه التامين اللي انت متعاقد معها في حاله وقوع الحادثه في اقل من 5 ايام، باش ما يلقاو منين يدوزوا لك، لان شركه التامين تيقلبوا على ابسط سبب باش ما يعوضوك ريال، تيعجبهم غير اللي يخلص اقصى التامين وما يدير حتى فلطه. وفيما يخص المعاينه الوديه، بعض النصائح الى اتفقتوا نتوما الطرفين ديروها راه احسن، وهذه بعض المعلومات عليها، هي تتكون في حالة الحادثه اللي فيها اضرار ماديه فقط، وعندها واحد المطبوع خاص بها تتلقاها في المكتبات، وتقدر تعمرها بالعربيه او بالفرنسيه، وثقه واحده وهي اللي تتخدم لجميع الحوادث ولجميع السيارات، كانت حافله كبيره او سياره صغيره. والمعاينه الوديه خاصها تكون مقام الطرفين بجوج، لان خاصها جوج طرفين، وخاصها تعمر بطريقه صحيحه، لانك الا عمرتيها ما عندكش الحق تغير فيها شي حاجه، وخاصك تدفع شركة التأمين ديالك في مدة أقل من 5 أيام، تاهي تعطيها شركة لاسورانس وما تعطيهاش البوليس، لأن هي ما عندها علاقة مع البوليس. باش ما نطولش عليكم أكتفي بهذه المعلومات، ونقدر نرجع في شي فيديو لتفاصيل أخرى تحت الطلب، وراني تنجاوب إذا كان شي سؤال في التعاليق. إلا عجبك المحتوى ديال هذا الفيديو هذا، شارك معنا في القناة وفعل الجرس وما تنساش اللايك، وإلا كان شي نصيحة أو اقتراح ألف مرحبا. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى، إلى اللقاء.